السلام عليكم ورحمة الله. متابعي الكرام، سيحتفلون في الكويت وفي دول مجلس التعاون في يوم 28 الجاري شهر 6 بمبادرة اسطنبول. فنتساءل، هل مبادرة اسطنبول في 2024 جزء من الأمن الزائف؟ هي وقعت في 2004، الآن صار لها 20 سنة، هل هي اتفاقية أمنية تستحق العناء؟ أم أنها جزء من الأمن الأوروبي الزائف اللي يدعون أنه لحماية الخليج؟ طبعا مبادرة اسطنبول وقعت في اسطنبول، ولأن البلد المسلم الوحيد في هيكل المبادرة، ولأن المبادرة تحمل اسم اسطنبول، توقعنا أن تكون تركيا هي مركز الثقل لجسر التعاون الخليجي في مبادرة اسطنبول. لكن مبدأ تصفير الخلافات، وهو كما تعلمون سياسة خارجية اعتمدتها تركيا في أول العقد الأول من القرن 21، وتصفير الخلافات تهدف إلى تقليل النزاعات مع جيرانها وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. مبدأ تصفير الخلافات تراجع أمام غريزة الضباع الإقليمية في الفكر التوسعي لصانع القرار في أنقرة، وشهد المبدأ الكثير من التحديات والانحرافات مثل الربيع العربي الذي أدى إلى تعقيد سياسة تصفير الخلافات. اضطرت تركيا لاتخاذ مواقف صعبة أثرت على علاقتها مع بعض دول الخليج ضمن مبادرة اسطنبول للتعاون، يعني هي صارت غريم بدل أن تكون حليف. كما أن لتركيا كانت مواقف غير محايدة مثل الأزمة الخليجية، وأثرت سلبا على مبدأ تصفير الخلافات، وهذا ما أصاب المبادرة في مقتل وأبعد اكتمال دول الخليج عن عضويتها. يعني دول الخليج كلها منضمة لاتفاقية مبادرة اسطنبول 2004 إلا السعودية وعمان. شنو مبادرة اسطنبول اللي راح يحتفلون بمرور 20 عام على قيامها؟ شنو ظروف قيامها أصلا؟ فنقول أنه منذ عقدين حلف شمال الأطلسي لم يخفي في رؤيته أن دول مجلس التعاون أو دول الخليج وحلف الناتو يواجهون الأخطار والتهديدات نفسها اللي تؤثر في أمن الجانبين، فقال لازم نتقارب مع بعض. فانطلقت المبادرة في قمة اسطنبول في 28 يونيو 2004 لتعزيز التعاون ولرغبة دول الخليج في تعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية من خلال التعاون مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، في وقت كانت تواجه الناتو معضلة نهاية الحرب الباردة، وكان هناك توجه نحو توسيع نطاق شراكاته خارج نطاق عضويته التقليدية بهدف تعزيز الأمن العالمي والاستقرار. فالتقى الهدفين فكونوا مبادرة اسطنبول. متابعي الكرام، ما هي أهداف مبادرة اسطنبول؟ مبادرة اسطنبول أو كما تسمى ICI اختصارا لإسطنبول Cooperation Initiative، تم وضع أهدافها الرئيسية للتعاون مع دول الخليج، تعزيز الأمن الإقليمي بالعمل على تحسين الأمن والاستقرار في منطقة الخليج من خلال التعاون الدفاعي والأمني، وهذا شيء يثلج الصدر. اثنين، من أهدافها بناء قدرات دفاعية عبر مساعدة الدول المشاركة في تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية، بما في ذلك تقديم التدريب العسكري وتطوير البنية التحتية والأمنية لدول الخليج، تعزيز التعاون العسكري ويقصد من خلال تدريبات مشتركة، تبادل معلومات، تعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومجال أمن الحدود. أربع، الأهداف تبادل معلومات استخبارية عبر تعزيز تبادل معلومات لمكافحة التهديدات المشتركة وتهريب الأسلحة للجريمة المنظمة، أيضا تطوير العلاقات الدبلوماسية بحكم أن الحلف تحول للعمل السياسي، فكان لابد من تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الناتو والدول المشاركة مما يساهم في بناء الثقة المتبادلة وتطوير الحوار السياسي. الهدف السادس هو التعاون في مجالات غير عسكرية مثل التعاون إدارة الكوارث، مثل التعاون في الأمن السيبراني، التخطيط لحالات الطوارئ، حماية البنية الأساسية التحتية للدول، أيضا تعزيز الأمن البحري، العمل على تحسين الأمن البحري في المنطقة بما في ذلك مكافحة القرصنة وتأمين خطوط الملاحة البحرية. متابعي الكرام، في هذه الحلقة تحدثنا عن أهداف مبادرة اسطنبول و
تحدثنا عن ظروف قيامها، وسنتحدث عن عدم انضمام السعودية وعمان لمبادرة إسطنبول وتمنعهم عن الانضمام لهذه المبادرة طوال 20 عام، وشنو الخمال اللي في المبادرة اللي خلى السعودية وعمان ترفض الانضمام لها. سنتحدث أيضا عن نتائج مبادرة إسطنبول بعد مضي 20 عام على إعلانها. شنو النتائج؟ شنو حصلنا؟ وسؤال أكبر من ذلك، هذا في طوال 20 سنة شنو حصلنا؟ وال20 سنة القادمة شنو يمكن أن تقدم مبادرة إسطنبول لدول مجلس التعاون؟ كل ذلك متابعي الكرام لن أطيل به عليكم في هذه الحلقة، لكن في الحلقة الثانية اللي ستجدونها على الرابط المرافق المرفق ستجدون رابط مرفق للحلقة، وسنعرضها على القناة الجديدة اللي أنا أنتقل لها بحكم معانيته مع يوتيوب على هذه القناة من تقييد كثير، سواء لي مباشرة أو للتعليقات، أو حصلت سترايك فكنت مضطر أني أضع قناة جديدة، وسأضع إجابات جميع الأسئلة اللي طرحناها، عدم انضمام السعودية، شنو سوولنا في 20 سنة القادمة، وشنو نتوقع في شنو سوولنا في 20 سنة الماضية، وشنو نتوقع أن يفعلوا لنا في 20 سنة القادمة. هذا ما لدي، ولكم مني سلام.